يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى أرضا من شخص وبنى فيها ثم تبين أن الأرض ليست للبائع ورضي صاحب الأرض الأصلي بهذا البناء، فهل يأخذ البائع قيمة البناء ويرده على المشتري؟ هذا باختيار لا البائع ما، لكن صاحب البناء هو اللي بالخيار، إن شاء تركه وأخذ مقابل تكاليفه، وإن شاء هدمه وأخذ أنقاضه وغراسه وأخلى أرض صاحب الأرض. نعم، فالخيار في هذا إنما هو لصاحب الغراس والبناء. نعم.